المعلومة الثانية قفيت والله قفيت لحظة. يعطيكم العافية، معاكم كيمو، واليوم راح أسولف لكم عن لعبة Days Gone. طبعاً Days Gone هذه لعبة عن شخصية اسمها ديكن. ديكن هذا كان بعصابة درجات نارية اللي هم بايكرز، بعدين نقل إلى الباونتي هانتينج. طبعاً هذا كله راح تعرفونه باللعبة. اليوم أنا راح أعطيكم 5 معلومات عامة عن اللعبة. المعلومة الأولى هي عن الهيومن سيرفايفرز. طبعاً هذول الهيومن سيرفايفرز أو الناجين البشريين هم حالهم حال ديكن، بس في منهم الزينين اللي يساعدونك وفي منهم المزينين. الزينين على صوب المزينين دائما يحاولون ان يذبحونك. طبعا الطريقه الوحيده اللي تخلص منهم او الطريقه الافضل انك تخلص منهم انك تروح الكامب او المعسكر مالهم عشان تقضي عليهم. بهالطريقه انت تقدر تستخدم المعسكر نفسه انه يكون فاست ترافل لك عشان تتنقل من مكان لثاني طريقه اسرع. المعلومه الثانيه هي عن الزومبيز، او مثل ما يسمونهم باللعبه الفريكرز، ما يسمونهم زومبيز. الفريكرز هذيلا دائما ينامون الصبح او وقت الشمس تكون طالعه، ودائما ينامون باماكن داخليه يعني مثل المباني والكهوف. طبعا انت عشان تتنقل من مكان لمكان ثاني طريقه اسهل، تقدر انك تروح هذا الفريكرز نست وتغذي عليهم، تذبحهم كلهم وترتاح، تروح ترد على راحتك. المعلومه الثالثه هي عن الشخصيه نفسها اللي هو ديكن. طبعا دائما تشوفون ديكن يبطئ الزمن شوي، بس هو مو قاعد يبطئ الزمن، هو قاعد يستخدم شغله اسمها فوكس. وهذه فوكس تقدر تستخدمها بحالة ان انت متوهق او بوضع حرج تبي تفك نفسك. وفوكس هذا تقدر ان تسوي له ابجريد باللعبه، انك تطول مده الفوكس وتقلل مده الريتشارج عشان تستخدمها مره ثانيه. المعلومه الرابعه هي عن سيكل ديكن. طبعا سيكل هذا دائما تشوفونه بكل مكان، بالدعايات، باليوتيوب، بكل مكان مسوي له شو وايد كبير. هم مو مسوي له شو كبير عبث، لان السيكل هذا يلعب دور كبير باللعبه، وانت لازم تهتم فيه بطريقه كبيره هم باللعبه. يعني انت اللي لازم تعبي له بنزين، وانت لازم تصلحه، وهم انت لازم تسوي له ابجريد. والسيكل هذا مخلينه بطريقه وايد واقعيه باللعبه، انه حتى تحكمه وايد واقعي. اذا خففت الستيرنج راح يكون حيل بطيء، واذا دست راح يكون الستيرنج سهل نفس بالصج. المعلومه الخامسه هي عن الجيم بلاي نفسه. طبعا مرات تشوفون بالجيم بلاي ان لا الهيلث بار موجود ولا الستامينا بار موجود، او حتى الخريطه مو موجوده. هذا الاشياء كلهم يقولون ان سوني حطت لكم اوبشن تقدر تشيله او تقدر تخليه، لان في ناس تحب تلعب وما في شيء على الشاشه يكون فول سكرين يقدر يتمتع بالمنظر والجرافيكس، وفي ناس تحب ان هالاشياء تساعدها مثل الهلف والستامينا والخريطه. طبعا هذه كانت معلوماتنا على لعبه Days Gone، واتمنى ان المعلومات عجبتكم وتستفيدون منها. واي احد عنده معلومات احنا ما ذكرناها شاركونا وشاركوا الشباب وحطوها بالكومنت. السلام عليكم. تقدر انك تروح لفريكرز نست هذيلا، فريكرز نست هذيلا دائما ينامون بوقت المعلومه الثانيه فوكس هذه زين تفلت يبين بالتصوير